عندما كان التاريخ طفلا. المرة دي احنا موجودين في بركة الملك فاروق، حيث الطبيعة ومعنا أصوات العصافير والضفادع والحاجات الجميلة الحلوة ديت، وديت ليها حدوتة تانية خالص البركة ديت إن شاء الله هنقولها لما نوصل في يوم من الأيام لأسرة محمد علي اللي كانت بتحكم مصر. احنا النهاردة هنستكمل سرد الأحداث اللي كنا بنتكلم عنها قبل كده قبل ما نخش في أساطير الخلق عند الفراعنة، وهنبتدي نكمل الملوك العظام اللي حكموا مصر في الفترة دي. اللي احنا خلصنا الكلام عن ملوك المؤسسين بتوع الأسرة الأولى والأسرة الثانية اللي بيسموهم العهد الإثني أو العهد الطيني أو فيني أو العهد العتيق، وبعدين اللي اتكلمنا فيهم عن ملوك زي مهمين جدا زي مينا، نارمر، العقرب، حور عحا. اتكلمنا عن انقلابات دينية عظيمة زي إبرسن، اتكلمنا عن خاع سخموي ومحاولته لإعادة الأمور لنصابها بالدمج تاني مرة ما بين حورس وما بين ست. لكن دلوقتي هنتكلم عن أحد الملوك شديد العظمة وشديد القيمة في تاريخ مصر القديمة اللي هو زوسر نترخت. زوسر هو أول ملك في الأسرة الثالثة، يعني مانيتون لما جه يقسم مصر حطه على رأس الأسرة الثالثة وابتدى يفتح باب لأسر جديدة، والملوك الجديدة بيسموا بملوك مصر القديمة. دي دولة القديمة في مصر اللي هي بيسموها برضو دولة بنات الأهرام. ليه بنقول عليه كده؟ الدفن عند المصريين القدماء في الأساس كان مهم جدا زي ما احنا قلنا قبل كده، لأنه الحياة عند المصريين القدماء الحقيقية هي الحياة ما بعد البعث، فبالتالي مهم جدا ان احنا نعمل الدفن مظبوط ونعمل المقبرة مظبوطة ونحافظ بشكل كبير جدا على جثة المتوفى. علشان ايه؟ علشان الكاء. احنا قلنا ان الروح عند المصري القديم مقسومة نصين او ليها نوعين، الكاء والباء. الكاء اللي هو احيانا بيسموه القرين او النفس او اللي هي ليها علاقة شوية بالجسد بالذات، الكاء بتيجي بتدور على الجثة بتاعة الميت الموميا اللي هي موجودة وهم محافظين عليها قدر الإمكان، فتبقى موجودة مع تتحد معاه فيعود الميت للحياة مرة أخرى. عشان كده بيحطوا تماثيل كتيرة للميت في المقبرة بتاعته عشان الكاء ما تهش ما تبعدش عنه، وعشان كده بعض المقابر زي سقارة ولا بتاع كانوا بيدفنوا جنب المقبرة، بيعملوا بير مخصوص مختلف خالص جنبه عشان تبقى مقر الكاء. الحاجة التانية للروح كانت الباء، اللي هي الباء اللي هي الروح المحلقة اللي هي كانت بتبقى على شكل طائر وليها رأس بني آدم، دي اللي كانت بتحلق مع الإله رع في رحلته في السماء. فكانوا مهتمين جدا بالدفن. الدفن ابتدى ازاي؟ ابتدى بحفرة موجودة في الأرض مبطنة، وبعدين ابتدت الحفرة دي تبقى ليها شكل هندسي، وبعدين ابتدت تبقى يعني متغطية شوية بالأغصان وبالأشجار، وبعدين ابتدوا يعملوا فوقيها مصطبة، يبنوا بناء حجري فوق الحفرة دي، مصطبة من الطوب اللبن في المعتاد، وكان بيبقى تحتها في بير أو نفق فاتح على أوضتين للدفن، أوضة للدفن الحقيقي وأوضة كونفلاج يعني عشان الحرمية ما تسرقش الأمور يعني. بعدين لا يعني الأسرة الأولى والتانية كل الدفن فيهم كان في شكل المصاطب. الأسرة الأولى والتانية اللي احنا اتكلمنا عنهم بالشكل اللي هم العظماء دول اللي كان آخرهم خاع سخموي، وكان أغلب دفنهم موجود ما بين أبيدوس وسقارة. كان كل ملك بيبقى ليه مدفنين في أبيدوس اللي هي البليانة سوهاج وسقارة، وسقارة تسمت سقارة بسبب الإله سكر اللي هو إله الجبانة عند الفراعنة. المهم برضو زوسر بقى جه كان عنده يعني عنده ميزة ما كانتش موجودة عند غيره، هي إيه؟ العظيم إمحوتب. والنبي عشان خاطر ما حدش يقول إمحوتب والنبي. إمحوتب ده أمنحوتب، أمنحوتب ده اسم لسلسلة من الملوك العظام اللي موجودين في الأسرة الحديثة. أمنحوتب الأول والثاني والثالث والرابع اللي هو بقى إخناتون. حول اسمه بعد كده. وده ليه حدوتة تانية هنقولها في الدولة الحديثة إن شاء الله. لكن إمحوتب ده اسم لشخص عبقري، هو بني آدم ليس من الحاكمين ولكن علمه وثقافته وصلوه في الآخر إن هو قله إيه اللي حصل؟ إيه إمحوتب ده؟ إمحوتب هو كان وزير الملك زوسر، ويقال إن هو كان من الأسرة المالكة، وبعض الناس قالت إن هو المفترض إن هو كان يبقى الحاكم يعني بعد زوسر يمسك هو الحكم، لكن ما فيش أي أدلة قطعية على ده. الميزة الأساسية عند إمحوتب إن هو كان شديد العبقرية في مجالين، الهندسة والطب.
الإفيه إن ما في صعب جدا إن واحد يكون عبقري في المجالين دول، يعني مجالين بعيد عن بعض جدا. لكن هو مش كده بس، ده كان كمان كاتب مهم وليه كتابات شديدة الأهمية، لدرجة إن الكتاب اللي بعده، الناس الكتبة اللي بعده كانوا بيكرموه. إزاي؟ بإن هما لازم يرموا جزء من الحبر بره الدواء علشان ده نوع من تكريما ليه، إهداء لروحه هو، لأن هو الكاتب الرئيسي أو الكاتب الأول أو الكاتب الأهم. هو مش الأول، كان في قبله كتابات بس شديد الأهمية. يعني عبقرية إم حوتب في الهندسة خلت إن الهندسة قبل إم حوتب حاجة وبعده حاجة. ليه؟ البنا في الأساس كان بيبقى قائم على الطوب الطيني أو طوب اللبن مع شوية دعم من الأشجار والنباتات. هو حول البنا للبناء الحجري. طبعاً البنا بتاع المباني اللي بنعيش فيها في حياتنا اليومية كانت الفراعنة مش مهتمية بها قوي، فكانت مستمرة طول الوقت بين الطوب اللبن. لكن البنا بتاع الحاجات المهمة عند الفراعنة اللي هم إيه؟ اللي هم المقابر والمعابد اللي لها علاقة بالدين واللي علاقة بالحياة الحقيقية اللي ما بعد الموت، دول اللي اتعملوا من الطوب الحجري. ودي كانت قفزة. أول بناء من الطوب الحجري البشرية تعرفه هو هرم زوسر. أول بناء. المعابد اللي عملها والمنطقة الجنائزية اللي هناك دي منطقة متفردة كلها معمولة بالحجارة. لما تروح تزور سقارة وتشوف المنطقة الجنائزية بتاعت الملك زوسر اللي عملها العبقري إم حوتب، فأنت تاخد بالك إن دي أول أحجار اتعملت بالشكل ده. خد بالك إن ده أول عمود حجري في تاريخ البشرية، مش في تاريخ مصر، في تاريخ البشرية. تاخد بالك إن الارتفاع ده من الحائط ده أول حائط حجري اتعمل في تاريخ البشرية، مش في تاريخ مصر. وجود هذا العبقري مع زوسر خلى زوسر، على الرغم إن هو ليه منجزات كتيرة جدا على مستوى إدارة الدولة، على مستوى توطين الحكم في الدولة، وعلى مستوى الفتوحات بتاعته في النوبة أو في سيناء أو في ليبيا، أو وعلى مستوى إن البلد تكون منتظمة وآمنة وراسخة والناس مبسوطة، على الرغم من كل منجزاته في المنطقة دي، إلا إن تخليده كان بسبب هذا العبقري، المهندس الأول في تاريخ البشرية، المهندس العبقري إم حوتب، الذي تحولت بعده الهندسة إلى منطقة أخرى خالص. هو اللي اخترع فكرة النظام الجنائزي اللي كان معمول كله، إن يبقى فيه الهرم اللي مدفون فيه الملك، وبيبقى فيه جنبه المعبد الجنائزي اللي هو الجثة فيه بتحنط، وبعدين فيه طريق الوادي، الطريق المنحنى الطريق الصاعد أو الهابط لو أنت جاي من تحت، يعني ده بيوصلك لغاية المعبد الوادي اللي هو عند النيل، علشان لما يجوا يزوروا الملك يجوا على بالنيل للمعبد بتاع الوادي يتعبدوا شوية، وبعدين يطلعوا في الطريق الصاعد يوصلوا للمعبد الجنائزي، وبعدين يطلعوا على الهرم ويزوروا الملك. عمل قصاد الملك كمان الساحة العظيمة اللي هناك اللي كان بيمارس فيها احتفالات عيد حبسد، وده عيد كده هيبقى له حدوتة لذيذة. يعني كان أيام قبل الحكم المصري القديم يمكن تكون ديت بيعتبروها من الموروثات اللي مورثينها من القبائل القديمة. كان بيحصل إيه؟ عند 30 سنة من حكم الملك فبيبقى خلاص بقى انت كبرت وحكمت كفاية وبقيت ضعيف، ما تقدرش تحكم بقى، فنعمل إيه؟ نعمل لك احتفال عظيم ونعمل هيصة ونقتلك. واحد تاني يمسك عند بقى المصريين القدماء، لا يا أبا مش حين تقتل مين؟ تقتلنا أنا؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ فقاموا عملوا إيه؟ عملوا عند 30 سنة من الحكم، أو عند لما الملك يوصل لسن 30 سنة يعمل احتفال اسمه حبسد. يحصل فيه إيه؟ ساحة كبيرة وبينطلق فيها تور، والملك بذراعه العارية معهوش سلاح يمسك التور ده من ديله يشده يقعده على الأرض ويكتفه. كانوا بيعملوا ده؟ والله هم بيقولوا إنهم كانوا بيعملوه، إنه نقدرش نقول إنهم ما كانوا بيعملوه. دي حاجة بس ده اللي بيثبت بيه الملك إن هو قادر على الحكم وعنده القدرة الجسدية اللي تخليه مؤهل لده. ده موجود في الساحة اللي موجودة قصاد هرم زوسر بالظبط. دخلت الساحة بتاعت هرم زوسر موجود فيها أول ما عواميد اتعملت في تاريخ البشرية. كل ده عمله هذا العبقري إم حوتب. الإفيه إن إم حوتب ما وقفش عند منطقة، إحنا احتمال نطول شوية في الحلقة دي معلش لأن لازم أتكلم على إم حوتب شوية. إم حوتب ما وقفش عند منطقة إن هو يكون مهندس بس. لا، قل له بيطب. يعتبر هو يمكن أول بيتكلموا على أنه أول طبيب حقيقي في تاريخ البشرية اللي هو فصل شوية طب عن السحر،
بعض الناس بتقول لا هو ما كانش بالشكل ده، وكان في اطباء تانيين موجودين زي هيسيرع اللي هو يعتبر جون اثنان اللي هو الاستاذ بتاع التخدير في انجلترا وليه كتاب مهم جدا عن الطب المصري القديم. الراجل ده بيقول لا هيسيرع هو اللي كان اول طبيب في البشريه، وهو كان الطبيب بتاع زوسر لكنه عاصر العظيم امحوتب، وهو كان شخصيه برضو يعني بيتبادلوا مع بعض الخبرات. احنا عندنا في تاريخنا في على مستوى الطب حاجات فلتات، يعني اول طبيبه اللي هي بسشيت هي اول طبيبه في تاريخ البشريه، وهي اول رئيسه للاطباء بالمناسبه، يعني وده كان في الدوله برضو القديمه تقريبا في الاسره الخامسه. عندنا اول صيدلي في تاريخ البشريه كان في الاسره 18. عندنا حاجات كتيره مهمه ما كانت موجوده في التاريخ على مستوى الطب، لكن في النهايه امحتب قله امتى؟ قله في نهايه الاسره 26 والعهد الفارسي وبعدين العهد البطلمي والعهد الروماني، قله لدرجه ان هو اتعملت له معابد. المعابد ديت كان فيها جدران بتتكلم عن بتتضرع له كاله للطب، زي مثلا معبد سوبك اللي موجود في كومومبو واللي بناه بطليموس الخامس او اعاد تجديده بطليموس الخامس. الرومان والاغريق كمان ابتدوا يدخلوه مع الالهه بتاعتهم، وزي الاله اسقليبوس تقريبا اللي هو اله الطب عندهم هو امحتب، هم في الاخر دمجوا الاثنين في بعض. هذا الرجل العظيم اللي بيقال عنه ان هو اسس اول مدرسه للطب في منفس، اللي بيقال عنه ان هو صاحب اقدم برديه، يمكن اقدم برديه طبيه هي برديه ادوين سميث، كانت في الاسره 18، بس بيقال ان هي متاخده من برديات امحتب اصلا. يعني البرديه ديت محفوظه في متحف في بروكلين تشيلدرن تقريبا في امريكا، موجوده محفوظه هناك، وديت مستوحاه من تعاليم امحتب. الراجل ده هو المسؤول عن البناء الحجري لهرم زوسر، وبعديه البناء كمان التخطيط للبناء بتاع اللي هو خيت سخم اللي كان جاي بعد زوسر. طب ايه اللي حصل لامحتب؟ ايه اللي حصل بعد ما خطط الهرم بتاع خيم سخمت؟ هنعرف في الحلقة الجاية. السؤال بتاع الحلقة المرة دي هو ايه هو اول استخدام للحجارة في مقبرة لملك مصري قديم؟ ايه هو اول استخدام للحجارة غير الطينية في مقبرة الملك مصري قديم؟ بشكركم وبشكر كل الناس اللي موجودين هنا في بكت دهشور، الشباب اسلام جمال، مصطفى، المجموعة الجميلة اللي بتساعدنا، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي على الأقل بالفيو بلاش أنا، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة.